مكان تعيش؟ عربي ما يعرف. في أي مكان؟ في مدينة المنور من الحين من أفغانستان. أفغانستان. نعم. هذا ابنه. هذا ابنه. نعم. من الولادة ما يسمع. من الولادة ما يسمع. هذا ولا سمع ولا تكلم. يعني إن شاء الله إن شاء الله إذا طاب ادعونا. إن شاء الله. إذا ما طاب بالفارس يم يتكلم بالأفغانستاني. نعم. هذا من الطفولة ما يسمع وما يعرف. یکی از بچه‌ها قاضی سایباست از تفر از ولایت چیکار می‌کنه تا ولایت گپ زدن نمی‌تونه ولی می‌شنوه. انشالله با توسط این شیخ انشالله با اذن الله با انشالله با سری گپ میاد. انشالله. انشالله. شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. ما يسمع وما يتكلم. ما يسمع ولا يتكلم. يا رب أنت شايف إحنا الآن في مدينة مباركة مدينة النورة. قريب عن الحرم بإذن الله تعالى سنحاول إن شاء الله يسمع ويحكي. إذا سمع الحمد لله ما يحكي هم مشكلة يحكي خلال أسبوع أسبوع إن شاء الله. إذا إنسان ما يسمع كيف يتكلم؟ أقول له بالفارسي حتى بال. أول مرة إن شاء الله يسمع وبعدين يحكي. إن شاء الله. أقول أبو حتى. إن شاء الله. أول مشنا وبعدين بطل. هذا من الولادة ما يسمع يعيش بأفغانستان هذا وهذا هم بالبخارة. زقت حلوين هالبخارة حبيبي. يا ربي انت الشافي واني السبب ايش فيهم يا اكرم الاكرمين يا ذو الجلال والاكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني يا رب أنت الشافي يا ناس اجعل التوحيد والقرآن والسنة آخر رسالة لكل بشر الإسلام يا أيها المسيحيين يا أيها اليهودين ارجعوا إلى الله الشفاء من عند الاحتمال هسه يطيب احتمال ما يطيب بس إني عندي يقين هسه سمعوا ينفتح بس لسانه ما عرف يطيب له ما يطيب بس إن شاء الله إذا سمعوا انفتحت ولسانهم يتكلم إن شاء الله يا الله وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني يا الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ايه مشني الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ولا مش نبي مش نبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر يلا يلا قل الله الله بس شو بقولك بس شو بقولك الله نسا الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الله الله ايه الله اوكي الله 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 اوكي الله اوكي بسم الله الرحمن نحاول وياه ان شاء الله بسم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد الله الله وقلت الله شيخ سيد الله انا الله شيخ شيخ الله 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 وقلت الله ها انا ايه شيخ شيخ الله الله تبغي الله ها الله الله شيخ سيد الله شرم يكون شرم يكون واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني وشمه ايه الله ميه يسر ما وشمه
وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. الحمد لله اللهم صل على محمد. الله الله بقى الله 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 شم يستحي يلا لا تستحي الله يستحي يستحي شوية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا الله اللهم صل على محمد. يلا الله الله بقي بقي الله 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 أنا شيخ شيخ الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر. يلا 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 جرب يلا سبحان الله 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 اللهم صل على محمد. مرة ثانية مرة ثانية اللهم صل على محمد. استهلك يلا يستحي مشكلة مشكلة. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة يسمع كان ما يسمع أبد الله أكبر فرحان أبد ما يسمع كان أبد أول مرة يسمع أول مرة إن شاء الله يسمع هذا مبروك إليكم. بس يستحي يقول لا يستحي يقول يستحي شربنا كنا يقول شربنا كنا بأخوة الله الله هنا شيخ شيخ كوكا 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 الله 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 شارم ناكو شارم ناكو الله بقي بقي بدخلنا الله 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 الله. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد. أول مرة ابنك يسمع ماكو سمع. هذا أول اسمه. أول مرة. أول مرة. اللهم صل على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.